وخلال مداخلة هاتفية بنشرة سابقة، أكد الإعلامي والمحلل السياسي الإماراتي عبدالله المتوع أن نظام الدوحة متمسك بسياساته العدوانية تجاه دول المنطقة. قطر لديها أجندة سياسية واضحة منذ سنوات، وهذه السياسة أو سياسة الدوحة لم تتغير. نقف قبل يعني أشهر تقريبا، شهرين من أو 3 أشهر، لتصريح وزير الدولة الشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور القرقاش، عندما أشار بأن المقاطعة مستمرة بسبب سياسة الدوحة التي لم تتغير. الشروط واضحة والحل واضح. بماذا قطر تريد أن تدور حول السلك المخرج الدبلوماسي؟ فهي لديها مصالح، فتريد أن تنهي هذه المصالح وتستمر في عطائها الواضح في دعمها للإرهاب، وهذا حقيقة يستمر ويفشل.